جنرال فرانك ماكنزي أشار في كتابه إلى تزايد غرور قاسم سليماني مع تزايد شهرته، ما جعله ديكتاتوراً يتصرف حتى من دون استشارة كيانات الاستخبارات الإيرانية الأخرى أو الجيش الإيراني التقليدي أو حتى الحرس الثوري. ولعل أبرز ما يمكن قراءته بين سطور الكتاب رصد تحركات سليماني في 31 من ديسمبر 2019 خلال مغادرته منزله في طهران قبل أن يستقل الطائرة التي أقلعت به باتجاه بغداد، لكنها لم تهبط في بغداد حيث كانت المقاتلات الأمريكية مستعدة، وعلمت القيادة أنها كانت متجهة إلى دمشق وأنها مدنية مع احتمال وجود 50 مدنيا على متنها، لذلك لم يتم إسقاطها. ويوضح ماكنزي أنه كانت هناك مؤشرات على عودة سليماني من دمشق إلى بغداد خلال 36 ساعة. كما يشير ماكنزي إلى أن الأمريكيين كانوا قبل قتل سليماني يعلمون بتحركاته عندما يصل إلى العراق، حيث كان يهبط عادة في مطار بغداد الدولي ويتم نقله بسرعة بعيدا. ويسرد ماكنزي كيف وجه القيادة لتطوير ومناقشة مخططات استهداف سليماني مع وكالات أخرى حتى التوصل إلى خيارات مناسبة، وكيف تم اتخاذ القرار بعد تزايد الهجمات ضد الأمريكيين في العراق وتحولها من مستوى الإزعاج أو التحذير إلى إحداث خسائر كبيرة.